كرام وأن يزيدهم هدى وسلامة وتوفيقا، ويجزي سعادة القائد والإخوة الكرام الحاضرين معنا أن يجزيهم جميعا خير الجزاء على حرصهم على تنسيق مثل هذه اللقاءات. وجزا الله الشيخ عبد الحي جزاه الله خير أيضا الذي أنا مرافقه وليس هو مرافقي، فأنا الذي أستفيد من علمه جزاه الله خير ومن هديه واتباعه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم قدوة صالحة. من هو الجندي الرسالي؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ليكونوا جنودا يحققون رسالة الإسلام؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي فقط من الصحابي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يمضي بعد ذلك إلى بيته ويكتفي بأن يصلي ويصوم ويقرأ القرآن حتى ينزل به الموت ويلحق بربنا جل وعلا؟ هل كان يربيهم كذلك؟ كيف كان الصحابة يا شباب يشعرون لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل كانت تتغير حياته، ألفاظه، أفعاله، علاقاته؟ هل كان يتغير فعلا أم أنه يبقى على ما كان عليه قبل أن يدخل في الإسلام؟ كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى قادوا الدنيا؟ كيف رب الصحابي عمر رضي الله عنه الذي كان يصنع له صنما من تمر، يصنع الصنم على شكل تمثال من تمر، فإذا جاع أكله، كيف صنع منه قائدا من قادة الدنيا؟ حتى اليوم أصبحت تقام وتقدم رسائل الدكتوراه والماجستير في سيرة عمر وفي قدراته الإدارية في إدارة الدولة. أدار الدولة أكثر من 10 سنين إدارة قوية جدا، أنشأ فيها الوزارات وغيرها. كيف استطاع عمر رضي الله عنه أن يتغير من أن كان رجلا يرعى إبل وغنم أهل مكة بدريهمات ويصنع الصنم من تمر فيأكله، كيف تغير حتى صار قائدا من قادات الدنيا؟ كيف تغير أبو بكر؟ كيف تغير الصحابة الذين كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويدفن أحدهم ابنته تحت التراب ويئدها؟ كيف تغيروا حتى قادوا الدنيا؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع منهم رجالا فعلا حتى خرجوا يقودون الدنيا بعدما كان يقول لهم كسرى وهرقل ما يقول من كلمات الاحتقار؟ في القادسية مثلا في عهد عمر رضي الله عنه لما مضى الصحابة إلى معركة القادسية ومضى بعض الصحابة إلى ربعي بن عامر مضى إلى كسرى ليقابله وكانوا قد أقبلوا لحرب المجوس في فارس، فلما أقبلوا رضي الله عنهم قال كسرى أرسلوا إلي واحدا أتحدث معه، فأرسلوا إليه ربعي بن عامر، فقال له كسرى إن لا نعرف عنكم أيها العرب إلا أنكم تأكلون الجرذان وتأيدون البنات ويقتل بعضكم بعضا ويقتل أحدكم ولده مخافة أن يأكل أن يطعم معه. فعلا كانوا يذبحون أبنائهم خوفا من كثرة النسل والفقر، فقال الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأخرى من إملاق، يعني حتى لا تفتقروا. فقال كسرى لربعي بن عامر إني آمر لكل واحد منكم بثوب وعشرة دراهم، وآمر لقائدكم بثلاثة ثياب وثلاثين درهما، خذوها واذهبوا إلى دياركم. فقال له ربعي بن عامر والله ما جئنا نحن لأجل أن نأخذ ثيابنا ونأخذ دراهم، الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هل تظن أننا جئنا فقط لأجل نأخذ دراهمك ونلبس ثيابك؟ فقال أنظرونا لننظر في شأننا. يقول كسرى قال كم ننظرك؟ كم تريد وقتا تفكر في الموضوع؟ قال أعطوني شهر. قال لك 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا ننظر عدونا أكثر من 3 أيام. لك 3 أيام وقرر ماذا تصنع، مع السلامة. وولاه ظهره ومضى وهو يتكئ على رمحه حتى مزق بعض الوسائد التي كانت في الطريق. فلما خرج قال كسرى لأصحابه هل رأيتم كلاما أعز أو أحسن أو أقوى من كلام هذا الأعرابي؟ فقالوا له أيها الملك ألم تنظر إلى ثيابه البالية؟ قال لا تنظروا إلى الثياب
انظروا إلى الكلام والفعال، وفعلا تقوم معركة القادسية ويفتح المسلمون بها فارس. كيف تربى هؤلاء؟ كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان هؤلاء سعد بن أبي وقاص وربعي بن عامر خالد بن الوليد أو غيرهم ممن برز في العلم كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس، كيف برز أمثال هؤلاء أصلا، وكيف غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكر لكم أيها الأبناء الكرام أربع نقاط. النقطة الأولى أن الواحد من الصحابة لما يدخل في الإسلام كان يعرف أنا لماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا خلقت لغاية وهي عبادة الله تعالى، لإقامة شرع الله عز وجل في الأرض، لنشر الإسلام بين الناس، لتعبيد الناس لرب العالمين. أنا إنما خلقني الله جل وعلا لأجل هذه الغايات، فأنا مطالب أن أحقق هذه الغايات التي بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لتحقيقها. وبالتالي كان هؤلاء الصحابة يتبنون هذا المنهج تماما. لما أقبل الطفيل بن عمر الدوسي أقبل إلى المدينة، أقبل إلى مكة في حاجة، عنده تجارة، أقبل من ديار ما يسمى اليوم بالباحة وغيرها، وهي ديار دوس وهي في جنوب مكة. فلما أقبل وإذا مجموعة من قريش يصدون من يأتي لأجل أن يدخل إلى الإسلام، أي واحد يأتي يدخل في الإسلام يخوفونه من الإسلام ويردونه. قالوا له إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا أريد أني أشتري بضاعة من مكة وأرجع إلى أهلي. قالوا له طيب انتبه، نحن نحذرك من ساحر في مكة، ساحر جديد سحره قوي، وإذا اتبعته وقابلته تركت دين آبائك وأجدادك، انتبه أن تقابله. قال من؟ قالوا هذا ساحر اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه لا تستمع إلى كلامه فتفارق أهلك ومالك وولدك. يقول فلم يزالوا يخوفونني حتى جئت إلى الكرسف إلى القطن، وحشوت به في أذني خوفا أن يصل إلى أذني شيء من كلامه من غير قصد فأتبعه على ما هو فيه. دخل وانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. أول ما دخل جعل يمشي في طرقات مكة، ثم قال هذا الرجل المهم الذي قد بدأت قريش تحذر القادمين منه بأنواع التحذير، خلني أروح وأشوف إيش عنده. فمضى إلى الكعبة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم في جهة منها يصلي. هم يقولون ساحر، وإذا حركاته ولباسه وطيب رائحته وجمال منظره وهدوء أفعاله وركوعه وسجوده، وإذا كل هذه الأفعال لا تدل أنه ساحر. ساحر لا يكون في مظهره وفي حسنه مثل هذا. فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونزع القطن من أذنيه وقال هل أنت الساحر الذي تقول عنك قريش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم هم يقولون ذلك. قال أسمعني مما عندك. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال هذا كلام حسن، والله لقد سمعت كلام السحرة ما قالوا مثل هذا، سمعت كلام الكهنة ما قالوا مثل هذا، سمعت كلام المجانين والمشعوذين ما يقولون مثل كلامك، يختلف عن هؤلاء جميعا ويقولون ساحر، علمني إلى ما تدعو. قال أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له الدين. أنا أدعو إلى صلة الرحم، أنا أدعو إلى السلام، أنا أدعو إلى المحبة، أنا أدعو إلى ألا يظلم الناس بعضهم بعضا، أنا أدعو إلى مثل هذا. فقال له طفيل فماذا يفعل من أراد أن يتبعك على دينك؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبسط الطفيل يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مضى الطفيل إلى أهله. شوف كيف الصحابة يتغيرون مباشرة، يصبح جندي رسالي. مضى إلى أهله ووصل إليهم وجعل يدعوهم إلى الإسلام مباشرة فأبوا. قال يا جماعة أنا سيدكم، يا جماعة أنا رئيس القبيلة، يا جماعة ما كنتم في السابق تطيعوني في كل شيء، إيش اللي غيركم؟
لما بدأت أدعوكم إلى الفضائل كذبتم وأعرضتم فكذبوا. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن قريشا إن دوسا اللي هي قبيلة اسمها دوس قال إن دوسا قد عصت وأبت يا رسول الله ادعو الله على دوس ادعو عليه دعوة مثل ما دعا نوح على قومه فأهلكه أو دعا غيره من الأنبياء ادعو عليهم يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يقول الطفيل فقلت في نفسي هلكت دوس خلاص والله يدعو عليهم الآن دعوة تأتي بخبرهم هلكت دوس. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم يا طفيل ارجع إلى قومك ارجع إلى قومك فادعهم إلى الإسلام وارفق بهم لا تكون شديد عليهم بالأمر العسكري تريدهم يسلمون لا شوي شوي أقنعهم وحاورهم وتلطف معهم أنت تتعامل مع قلوب لا مع أجساد وارفق بهم. فرجع الطفيل رضي الله عنه إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام ثم أقبل بعد شهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام 30 رجلا من رؤساء قومه كلهم قد دخلوا في الإسلام. هكذا كان الصحابة يا أبنائي يا شباب أيها الجنود أيها الرجال هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا في الإسلام مباشرة الواحد منهم يتغير إلى شيء ثاني تماما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بالقوة إنما كان يصبر عليهم ويأتيهم بالهون واللين حتى يتخلل الإيمان إلى قلوبهم. وفي يوم آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة فأقبل إليه رجل هذا الرجل كان طبيبا من أطباء العرب طبيب وأطباء العرب كانوا أنواع منهم أطباء كانوا يعطون الأدوية الحسية التي يصنعونها من الأعشاب وأدوية معنوية يعني مثل أنه يقرأ عليك رقية وكان عندهم في الجاهلية أنواع من الرقى يعني كان عندهم رقية اسمها رقية النملة إيش رقية النملة إذا قرصت نملة إيش يقول يقول العروس تكتحل وتتطيب وتغتسل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل هذه رقية عندهم يكررها ويتفل على مكان النملة هكذا كان عندهم اعتقادات العروس تكتحل وتتطيب وتغتسل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا طبيب وقد حدثني قومك أنك فيك جنون. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. فيأتي للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سمعت أنك كذا وكذا فتسمح لي أعالجك. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام مجنون أنت ما تتأدب أنت ما تعرف تتكلم مع من أنا لست شابا عمري 15-18-20 أنا رجل جاوزت 40 وعندي زوجة وأبناء تقول لي مجنون ما تستحي. هل قال هذا الكلام؟ لا كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما حكيما عاقلا. نظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أراد يتكلم فقال ذلك الرجل أعد علي كلماتك هؤلاء. هذا هو ما بعد سمع القرآن يسمع بس ما يسمى بخطبة الحاجة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كلامه. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا حتى انتهى منها. فقال هذا الرجل قال والله لقد سمعت كلام الكهنة كلامك ما هو بكلام كهنة سمعت كلام المجانين والله كلامك ما هو بكلام مجانين سمعت كلام السحرة والله كلامك ما هو كلام سحرة والله إن كلماتك هؤلاء لقد بلغنا ناقوس البحر
ناقوس البحر، الجن اللي في البحر انتفضوا من كلماتك هؤلاء. ثم دخل الرجل في الإسلام. شوف كيف لما دخل في الإسلام سخر بعد ذلك قدراته لأجل الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس. هذا أولا، إن الواحد ما دام إنه مسلم يعلم أنه خلق لغاية تعبيد الناس لله، نشر الإسلام، الرفق، اللين، أن يكون يا شباب يعني يتبع تعاليم الإسلام في تعامله مع الناس وفي أخذه ورده ونحو ذلك. الأمر الثاني، أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن يكون مخلصا، وذلك أن الإنسان ربما تقبض روحه في أي لحظة، خاصة أنتم العسكريون قد تحتاج إليك أمتك في أي لحظة من اللحظات، فقد يبذل الإنسان دمه في أي لحظة. فينبغي أن يكون مخلصا لله تعالى أنه ينصر دينه ويدافع عن عرضه وأرضه وماله ودينه، أن تكون نيته صالحة فعلا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، حمية عن قومه يعني، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للغنيمة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، حتى الناس يقولون والله تصدق هالمكان ما استطاع الأعداء يدخلون من خلاله لأن فلان هو اللي يحرس ليرى مكانه، يا رسول الله أي هذا في سبيل الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما هو لشجاعة عشان يشوفون الشجاع أو لأجل أن يروه مقداما أو لا لا لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي بعض المعارك كان هناك واحد من المقاتلين لم يرى أحد أشد على الأعداء منه في قوة قتاله وإقدامه، فجعل الصحابة يقولون: يا رسول الله، ما أغنى عنا أحد مثل ما أغنى عنا فلان، والله يا رسول الله هذا مقدام ويقاتل ما في أحد مثله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: هو في النار. قالوا: في النار يا رسول الله؟ هذا الآن رجل قاعد يجاهد ويقاتل. فلما نزل به الموت، يعني أصيب إصابات، فنزل به الموت، أقبل إليه واحد من الصحابة وقال: هنيئا لك الشهادة. قال: شهادة؟ والله ما قتلت لله، إنما قاتلت عن أحساب قومي، قاتلت عشان قبيلتي، ما ينزل رأسه في الأرض، ما قاتلت عشان وجه الله، تقول لي شهادة؟ ثم مات. فانظر كيف صارت النية لما بذل نفسه في القتال وسالت دماؤه وزهقت روحه، ومع ذلك يا شباب لما لم تكن نيته خالصة لوجه الله تعالى انظر كيف حصل له مثل هذا. ولذلك الإخلاص لله تعالى يا شباب أمر مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد، وقارئ للقرآن، ومتصدق. استغرب الصحابة قالوا: إيش تسعر؟ يعني أنت لما تريد أن تشعل نارا ما تأتي بالحطب الكبار، تأتي بالحطب الصغار كذا تضعها ثم تشعل فيها النار، فإذا بدأت النار تعلق فيها تبدأ تضع الكبار ثم الأكبر ثم الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد، قارئ القرآن، ومتصدق. كيف يا رسول الله؟ قال: يؤتى يوم القيامة بهذا المجاهد، فيقول الله تعالى يعرفه نعمه فيعرفها، يقول الله تعالى له: أنت تعرف أني أعطيتك قوة في بدنك وأعطيتك مالا وأعطيتك عقلا، يعطيه نعمه يقر بها: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: فماذا صنعت؟ كيف شكرت نعمي؟ فيقول: يا ربي، ما تركت سبيلا يجاهد فيها في سبيل، ما تركت طريقا يجاهد فيها في سبيلك إلا جاهدت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء. أنت قاتلت حتى يقول الناس: والله يا أخي إن هذا بطل، يا أخي تصدق هالرجل ما يخاف، أنت قاتلت عشان كذا. وإنما قاتلت ليقال جريء فقد قيل، اللي تريده حصلته فقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب إلى النار عياذا بالله. وكذلك قارئ القرآن إذا كان مرائي، أو المتصدق إذا كان مرائي ويقصد الناس يثنون عليه. ولذلك احذر يا ابني
من أن تكون النية غير خالصة لله. حتى الذي يرابط، أنت قد ترابط على الحدود، قد ترابط أحيانا تستلم في الجيش ولا في غيره من القطاعات، ربما تستلم لك ليلة ليلتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رابط يوما وليلة، رباط يوم في سبيل، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها. ثم انك تختلف عن غيرك، يعني لما يأتي واحد جندي في بلدة بوذية مثلا، يعبدون بوذا او يعني يعبدون الأصنام، ناس غير مسلمين، ثم يقول: والله انا قاتل عن بلدي. تقاتل عن مين؟ تحمي بوذا وتحمي الأصنام؟ انت تبذل دمك عشان مين؟ ما انت اصلا عرضك ما يهمك، عرضك اختك وارتقع في مشاءه فواحش، ما يهمك ان ياتي احد يقع عليها بالفاحشه. انت تحمي من؟ تدافع عن ارض يعبد فيها غير الله وتعظم فيها الاصنام وناس مشركين ساجدين عند الصنم، لكن انت يا ابني تحمي المساجد، تحمي عرضك المسلم، وتحمي وحدتك الاسلاميه، وتقاتل فعلا قتالا إذا أخلصت لله تعالى فيه رفعك الله تعالى عنده درجات. إن عند الله تعالى 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما من أحد يدخل الجنة ويتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا المجاهد في سبيل الله، يتمنى لو يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لولا ما يجد المسلمون من فراقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت كتيبة تقاتل في سبيل الله إلا خرجت معه. وعليه الصلاة والسلام قاتل في غزوات كثيرة ومعارك، لكن كان أحيانا يرسل سرايا يمين يسار، فيقول: لو كان أنا يعني المسلمون اللي في المدينة ما يحزنون علي كلما خرجت ويحتاجوني، ولا والله لو أرسل 10 سرية في سبيل الله لأخرج معهم، ما أفوت على نفسي هذا الأجر. ما من أحد يدخل الجنة ثم يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا المجاهد في سبيل الله. ولذلك يا ولدي إذا أخلصت النية يا ابني أيها البطل، إذا أخلصت النية لله ويكون نيتك لوجه الله سبحانه وتعالى، تحمي عرضك وأرضك، تحمي المساجد، تحمي طلبة العلم، تحمي حفظة القرآن، تحمي دولة إسلامية، أنت يا ابني إذا صنعت مثل هذا فأنت على خير ونيتك صالحة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للشهيد عند الله 7 خصال، أولها قال: يغفر له من أول دفقة من دمه، ولا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة، كان واحد قرصك بس بأصبعه، إلى غير ذلك من الفضائل. يزوج من الحور العين، يشفع في 70 من أهل بيته، ويلقى الله تعالى، وجرحه يثعب دمنا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، إلى غير ذلك. فأخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: احرص على إتقان ما تتعلم، احرص على الإتقان. ترى يا ابني بعد تخرجك ستنشغل، تتزوج وعيال ووظيفة، فالوقت الذي تجد فيه الثقافة الحقيقية والتعلم الحقيقي والإتقان الحقيقي هو الذي تعيشه الآن يا ابني. نحن لما كنا في كليات الشريعة، ال4 سنوات اللي جلسناها في كليات الشريعة تساوي عندي مثل 25 سنة اللي قضيتها بعدما تخرجت من الكلية، لأنك في كلية الشريعة شاب، ذهنك صافي، كتبك بين يديك، ما عندك ولد يبكي، ولا حرمة بينك وبينها، زوجتك بينك وبينها مشكلة، ولا حماتك مدري ايش قايلة عليك، ولا العمل مدري ايش حصل، ولا زملائك مدري ايش، لا مركز شغلك. كذلك أنت يا ولدي احرص أنك تستغل هذه السنوات اللي تدرسها بالاستفادة، القراءة، إتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إتقان يا ابني ما يوكل إليك من مهام ومن أمور، حتى فعلا تستطيع استطاعة تامة في أن تكون نافعا بعد تخرجك. الأمر الأخير: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا أراد الله تعالى أن يضيع عبدا وكله إلى نفسه، دبر نفسك، أنا لن أعينك. لذلك نحن في الصلاة دائما إيش نقول؟ إياك نعبد وإياك
نستعين. أنا يا ربي في دراستي أستعين بك، يعني عاوني. أنا يا ربي في صلاتي أستعين بك، عاوني. أنا يا ربي في كل حياتي لا أملك يا ربي أن أتخلى عنك سبحانك. يا ربي أعني على شأني كله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يمكن لأحد أبدا أن يستغني عن إعانة الله تعالى له. احرص يا ابني على دعاء الله تعالى دائما، لا تعتمد فقط على مذاكرتك، على قدراتك، على إتقانك. احرص دائما يا ربي أعني، يا ربي سددني، يا ربي كن معي. الصحابة رضي الله عنهم بلغ بهم الحرص على الدعاء أنهم كانوا يا شباب الواحد منهم يمشي فإذا انقطع شسع نعله. شسع النعل يا شباب كان نعل عندهم عبارة عن قطعة جلد ويطلع منها خيوط يربط بها، يربطها على الرجل ويلبس النعل. فإذا انفك الخيط أو انقطع واحتاج أنه يربطه ما تأخذ منه ولا نص دقيقة الربط. يقول يا ربي أعني. فعلا لو شل الله يديك ما قدرت تربطه. يقول حتى في الأمر اليسير لا يتكبر أن يسأل الله تعالى الإعانة، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يظهر دائما العبودية له والانكسار والذل والحاجة. وكلما أظهرت الحاجة إلى الله جل في علاه والعبودية له والانكسار بين يديه كانت رحمة الله تعالى إليك أقرب وأعانك. ولذلك دائما ادعو الله يا ربي وفقني، يا ربي انفع بي، يا ربي سددني، يا ربي كن معي. يا كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أدعو فأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فكذلك أنت يا ابني لا تعتمد على هذا. مثل واحد من الطلاب كان يطلع للاختبارات كل يوم في الثانوية، شهادة الثانوية النهائية، يطلع كل يوم للاختبارات وجدته امرأة صالحة تكون جالسة تصلي الضحى الصبح وهو طالع يقول يا جدتي ادعي لي، تكفين الله يخليكي اليوم عندي رياضيات صعبة، ادعي لي ادعي لي. وتقول ان شاء الله يا ابني ويطلع بكرة يا جدتي ادعي لي الله يخليكي، ادعي لي اليوم عندي فيزياء لا تنسيني ادعي لي. طيب ان شاء الله ادعي لك. هو طالع اللي بعده طالع ما قال يا جدتي ادعي لي، قالت ما تريدني ادعي لك اليوم؟ قال لا اليوم سهل عندنا تفسير، يعني عندنا مادة هي تفسير ما احتاج تدعين لي. وإذا كان الأمر يسيرا ما تحتاج أنك تستعين بالله. انتبه لا تشعر بالغنى عن إعانة الله تعالى لك، لا، إلا أشعر نفسك دائما أنه لا غنى لك طرفة عين عن ربك سبحانه وتعالى وعن إعانته لك وعن توفيقه وتسديده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم العبادة والبلاد. أسأل الله أن يجعلكم حماة لدينه، حماة للسودان ولغيرها من بلدان المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يحفظ السودان وأهله بحفظه. اللهم احفظ السودان بحفظك يا رب العالمين. اللهم اجعل عيشهم قارة ورزقهم دارة وولدهم بارة. اللهم انزل عليهم من بركات السماء وأخرج لهم من خيرات الأرض. اللهم احفظ السودان من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم وانفع بأبناء هؤلاء يا رب العالمين. اللهم زدهم هدى وتوفيقا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم يا شباب، وأسأل الله أن يحفظكم ويكرمكم ويحوطكم بحفظه وعنايته. وقد تشرفت اليوم والله بهذا اللقاء الطيب معكم، وسمعت عنكم خيرا كثيرا من قبل أن آتي إليكم، ولما رأيتكم ازددت لكم حبا وبكم إعجابا. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء ويجزي سعادة اللواء الإخوة الكرام خير الجزاء والشيخ عبد الحي والإخوة. صلى الله على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أما بعد، فباسم الشيخ المبارك دكتور محمد عبد الرحمن العريفي أعتذر لكم عن اللقاء الصباح وما حصل فيه من تأخير، لأننا كنا في ولاية البحر الأحمر والطائرة تأخرت بالأمس، ترتب على ذلك تأخر في المحاضرة التي كانت في الساحة الخضراء وطرب برنامجنا، فمعذرة. وإلا قد عهدتم منا الضبط والربط والانضباط في المواعيد، وهذا عهدكم بنا وعهدنا بكم إن شاء الله. وها هنا هدية من الشيخ جزاه الله خيرا للسيد قائد الكلية،
فنرجو منه أن يتكرم باستلامها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يفتحوها كيف يا مولانا؟ أيوة كذا. الله يكرمك يا شيخ. هذه بعض كتب الله فيك. والله يعينكم عاد أنتم الوقت عندكم قصير لكن الله يكرمك الله يجزيكم خير الله يحفظكم. الله بأمان الله. السلام عليكم. أيضا هنالك إهداء من إهداءات الكلية الحربية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريف. إن شاء الله يجد مكانه. يجزيك خير بلا شك. لا تشرف والله. الله يحفظكم. جزاك الله خير. يجزيكم خير ويحفظكم يا رب. الله يبارك.